بونجور. في هذا الفيديو غادي نتعلموا اننا نقراو لي تيكست بسهوله. اولا غنتعرفوا على لي كونسون. لي كونسون هما ب سي دي اف جي اش جي ك ال ام ان بي كيو ار اس T, V, W, X. Alors, adoma les consonnes, les voyelles, huma. A, E, O, I, U, Y. Hatta Y, het bhiya bar les kalimat, katqra I. Katqra bhal dik I, li andha nokta. إذن هادو هما لي زالفابي قسمناهم لجوج ديال الأجزاء، لي كونسون و لي فويل. يمكن ليكم ترجعو ليهم في أي وقت احتاجتوهم. ألو نمرو، شناهو هما بعض الأشياء اللي كان يوقع فيهم التلميذ ما كيعرفش يقراهم، يعني كيقراهم خاطئين، بحال السي ما كيعرفش إمتى يقراها إس إمتى يقراها ك. هنا غادي نفهمو بسرعة، إمتى كنقراو سي إس؟ إلا كانت قدامها أو ولا إي ولا إيكغيك، مثلا سوغيز، سيترون، سيكل. إمتى كتقرا ك؟ إلا كانت مع حروف وحدين أخرين، مثلا أ ولا أو ولا أو ولا أي حرف آخر بحال إل مثلا. كنقولو كاسك، كوتون، كالكولي، كالكولي، ياك؟ إذن إلا عندك سي قدامها أو ولا إي ولا إيكغيك دائما كتنطقها سي، صافي؟ نمشيو لحاجة أخرى، أو، إمتى كنطقها أو؟ حيت هي تقدر تنطق E ou la E. Il y a une consonne بعد منها. Une consonne après E. شوفوا معايا مثلا jeter, rappeler, premier. ياك؟ إذا شوفوا معايا ديك E المكتوبة باللون البني. شوفوا شحال من consonne كاينة بعد منها. كاينة واحدة في jeter. حيت كنلقاو شنو هي لا كونسون؟ هي تي. شنو جابت تي؟ جات فوايل واحدة أخرى. إذا بعد من أو البنية كاين غير واحد كونسون، وجات عاوتاني فوايل، ياك؟ إذا غابولي، شوفوا نفس الشيء، أولي، إذا غنقراوها أو ماشي غابيلي، حيت جات بعد منها حرف إل اللي هي كونسون، نفس الشيء بخومييي. ندوزو لحاجة أخرى، أو إمتى كتقرا إي؟ إذا شفنا قبيلة إمتى كتقرا أو، دابا إمتى كتقرا إي؟ إلا كانوا جوج ديال لي كونسون بعد منها. شوفوا معايا مثلا فيرم، فيرم، لاحظوا أو جات بعد منها إر إم، جوج ديال لي كونسون. غوسيت، ريسيت، ات. شوفوا بعد اي عندنا جوج ديال تي، يعني جوج ديال لي كونسون. شوفوا الاخرى سيربون، سيربون. اذا بعد هاد او جات ار او بي، جوج ديال لي كونسون. نفس الشيء في الكلمه المواليه سيرفير، سيرفير، ارفير، ار ماشي اور، اذا ماشي سورفير، سيرفير. علاش؟ حيت عندنا جوج ديال لي كونسون ار او في. واخيرا اسكارغو، اسك، اي. مفهوم؟ نمر حاجه واحده اخرى، عندنا ثلاثه ديال الانواع ديال او، وازو، وازو. عندنا هاد او اللي كتكتب او ا يو، هادي كلها كتنطق
او زو. إذن هذه او اللي كتعرفوها اللي هي على الشكل بحال الصفر بحال هكا وفي الكتابه ديال الدفتر يعني الكتابه ليكريتور كورسيف كتكتب وفي الداخل ديالها واحد الشرطه هذه زو. ثم ريستوران 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 ريستو تو فهم ا او حتى هي كتنطق او. اذا ثلاثه ديال الانواع ديال او. ندوزو حاجه واحده اخرى نحاولوا ننطقوا يعني للصله او المقاطع اللي كاينين في الاخير. غارديان اي او ان كتنطق يان غارديان. بانيي بانيي ي اي او ار ي. ميليو ي ي اي او يو. ترافاي اي اي ال. يقدروا يكونوا جوج ديال ال او يعني بحال فيميلا ولا فيرب. اي ترافاي. في اي دوز ال اي جوج ديال ال كيتنطقوا اي. كاينين الكلمات اللي كيتنطقوا فيهم ال بحال لا فيل. ريفي ريفي. بابيون ايون. ناتاسيون ناتاسيون ولا فوتوي الكلمه الاخيره فوتوي عفوا اي فوتوي. ندوز لحاجه واحده اخرى عندنا اي 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 هادو كلهم اي. لاحظوا معايا اسمعوا كلير كلير اير واضح. ثم نيج ايج. ثم بير بير واضح. اذا هادو كلهم كيتنطقوا اي كيتكونوا اما من اي او لا او اي او لا او اكسون غراف. هادو كلهم كيتنطقوا اي. غادي نشير لواحد الحاجه او الا كانت في الاخر ديال الكلمه يعني هي اخر حرف في الكلمه ما كتنطقش. لاحظوا معايا نيج ديك الكلمه الوسط نيج ج وقفت بحال السكون واضح. نمر حاجه واحده اخرى اس امتى كتنطق ز الا كانت بين جوج ديال لي فوايل. تعرفنا على لي فوايل في الاول ياك مزيان. اذا اس امتى كتنطق ز وامتى كتنطق س. اسمعوا معايا فريز فريز. اذا ديك اس نطقناها ز علاش حيت كاينه ما بين جوج ديال لي فوايل اللي هما اي او. نكملوا الكلمات الاخرين سيزون سيزون. نقراو اللي بعد منها كاسك قريتها س علاش حيت عندي ا قبل منها ولكن عندي كونسون بعد منها فوايل قبل كونسون من بعد. قلنا لها حنا خصها تكون بين جوج ديال لي فوايل باش تقرا ز. نكملو بيست بوزيسيون فوزيل كذلك في ليزون بحال هادي لي زونفون دي زوطخ حتى هنا كتنطق ز. نمر لحاجة واحدة أخرى أ إمتى كتنطق عاوتاني إي. إلا كانت يعني في الاسم في لو نون ياك وبعد منها اون كونسون إر ولا إل ياك ولا تي كما عندنا في هاد الأمثلة كنقراوها le faire le faire. ثانية ممكن تقراها cher. اذا h الا كانت بوحدها كتسمى لا ليتر ميت ما عمركم تقراو h الا كانت بوحدها ياك. الا معها س كتقرا ش cher. ثم la mère rappel criminel et c'est
شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء في فيديو آخر. إذا من الآن ما غاديش تكون عندكم صعوبة باش تقراو، إن شاء الله يكفي أنكم تدربوا واحد شوية وغادي تمكنوا من لا ليكتور. ودائما لي تيكست خاصكم تقراوهم بزاف ديال المرات قبل ما تمشيو للقسم ديالكم أو لا قبل ما ديروا العرض ديالكم. وشكرا لكم بزاف بزاف على الوفاء ديالكم لهذه القناة، وإلى اللقاء في فيديو آخر.